تخصيص الشؤون الصحراويه، ومعنا السيد اشرف طريباك رئيس مركز إسبريس للدراسات والاعلام وباحث في الضريه. وزير الدبلوماسيه المغربيه الان هو رهان القانون الدولي، وخصوم الوحده الترابيه اصبحوا يناورون بطرق مختلفه عن الماضي لحشد الدعم لاطروحتهم الانفصاليه وللتاثير بقرارات الامم المتحده، ويتخذون من تحريف القانون الدولي مدخلا من خلال اربعه نقاط. الاولى الاستخدام الخاطئ للمبدا الدولي تقرير المصير كاساس لمطالبه الانفصال. تقرير المصير عرفوا بالدليل الان اللي كتسناها الخيار الانفصالي باش الاطروحه اللي كيتبناها باش يحقق الانفصالي. يعتبر مبدا تقرير المصير، نحاولوا نخرجوا شويه الدراسه باش نعرفوا شنو مبدا تقرير المصير. يعتبر مبدا تقرير المصير من مبادئ القانون الدولي، وظهر هذا المبدا في مطلع القرن العشرين، ونادى به الرئيس الامريكي الاسبق وودرو ويلسون لتحرير مستعمرات الدول العثمانيه وكذا الدول المجريه النمساويه. وانتقل هذا المبدا الى ميثاق الامم المتحده خلال الماده الاولى فقره جوج من ميثاق الامم المتحده والماده 55، بمعنى انه انتقل من كمبدا الى انه تقنن في اطار ميثاق الامم المتحده. شنو معنى هذا المبدا تقرير المصير؟ معناه تمكين الشعوب المستعمره من تقرير مصيرها، اما ان تبقى تابعه لدوله الاستعمار في احدى السياق التي ينظمها القانون الدولي كالاتحادات كما هو الحال بالنسبه للمملكه المتحده البريطانيه واسكتلندا. راينا سنه 2014 كيفاش اختارت اسكتلندا انها تبقى تحت النظام التاج البريطاني او تخضع للحكم الذاتي كنظام الاماراتي ونظام الاسباني ونظام جنوب افريقيا، او تختار الاستقلال التام كفلسطين. وغايه هذا المبدا مبدا تقرير المصير هو تصفيه الاستعمار، والشعوب المخاطبه به هي الشعوب الخاضعه للاستعمار. هذا المبدا لا ينطبق على الكيان الوهمي، لان المغرب لم يكن دوله استعمار بل كان دوله مستعمره، وهذا الامر يجد سنده في اتفاقيه مدريد 1975 المتعلقه بتسجيل استعمار اراضي الصحراء المغربيه، فهو اتفاق ثلاثي. هذا هو اتفاق مدريد 1975، هو اتفاق باش المغرب خدا استقلال اسبانيا مناطق صحراويه. هو اتفاق ثلاثي، يعني كيجسد لنا الواقع ديال الصحراء انذاك ما بين اسبان، اتفاق ثلاثي ما بين اسبان الدولة المستعمرة والمغرب وموريتانيا الدولتين المحتلتين. هذه الاتفاقية أخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة علما بها في قرارها 8452 بتاريخ 11 جانفي 1975. لأن باش نشير واحد النقطة، المغرب كان 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 مستعمر استعمار ثلاثي، فرنسا في الوسط، في الشمال في طنجة منطقة دولية، وفي الجنوب والشمال إسبانيا. وهذا الاستعمار اعتبر استقلال المغرب اعتبر روج 56 في الوسط، بينما المناطق الصحراويه اعتبر روج طرفايا وسيدي إفني 58 و69، بينما المناطق الصحراويه قد تصل 75. هنا نشرح واحد النقطه، المغرب اختار واحد الخيار من تحرير المناطق الصحراويه، الخيار السلمي. استنادا لاش؟ استنادا لمبدا تقرير المصير، لان هذا المبدا كان كينادي به الامم المتحده، كينادي به كخيار من اجل تمتيع الشعوب تقرير المصير به. اذا كان المغرب هو اللي كيطلب تقرير المصير باش يحرر الصحراء المغربيه. هذا من جهه. نعمق النقاش اكثر، نمشيو في الطرح ديال نزيدو نعمقو النقاش اكثر، ونبحث في الاسس التي يستند عليها البوليساريو المضاربه بالانفصال. فهم يستندون بمطلبهم الى كون ان لديهم هويه وثقافه خاصه بهم مختلفه عن ثقافه باقي مكونات الشعب المغربي، لهذا فهم يؤسسون طرحهم الانفصالي على اسس عرقيه، بمعنى انهم شعب صحراوي عندهم واحد الثقافه عندهم واحد الهويه، وبالتالي استنادا لهذه الهويه هذه
السلطه الانفصاليه ديالهم، لانهم يعتبروا نفسهم غير الثقافه ديالهم غير الثقافات باقي الشعوب او المكونات المغربيه. نربط هذا الامر ما هو علمي العلاقات الدوليه، ونربطه تحديد مفهوم الدوله. شنو هي الدوله؟ يعني هنا باش نحاول نوقف على بعض العناصر اللي كيلعب عليها البوليساريو وكيحاول يوهم بانه عنده الحق في تقرير المصير. هنا رجع لمفهوم الدوله في العلاقه الدوليه لقيام دوله. مش دوله نتسموها لها لقينا دوله مستقله، لابد لها ان تتوفر على جوج مكونات، مقوم مادي ومقوم معنوي. المقوم المادي يقوم على ثلاث عناصر باش تكون دوله، باش تكون دوله دوله خصها تكون جوج مقومات ماديه ومقوم معنوي. المقوم المادي فيه ثلاث عناصر: السكان، سكون السكان، اقليم، وتكون السلطه السياسيه. والعنصر المعنوي خاص يكون هذه الدوله كتكمل هذه الثلاث عناصر، خاصها اعتراف دول اخرى تعترف بها. ايضا كينضاف لهم هناك من يضيف رموز الدوله كعنصر معنوي. لنقف عند المقوم المادي وخاصه عند عنصر السكان، لان هذا المفهوم له علاقه بطرح البوليساريو. تعريف السكان، شنو هو السكان؟ المقوم مقومات الدوله، ماشي الدوله، هو مجموعه من الافراد يقيمون على اقليم معين باستمرار، فيشكلون بذلك شعب الدوله دون تحديد لا من حيث الجنس ولا العرق ولا الحد الادنى او الاقصى لعدد السكان في تكوين الدوله الذي تجمعهم بينهم روابط واواصر شتى. فمفهوم السكان لا يقوم على اساس التمييز، والا انتقل هذا المفهوم الى مفهوم اخر كيشبه مفهوم السكان وهو مفهوم الامه. بمعنى السكان، السكان الغريب باش نعتبره كعنصر معنوي كمولنا الدوله، ما خصناش نقيسوا بانه هذا صحاب وهذا امازيغ وهذا، باش نعتبره بان هذا مفهوم فهم السكان، والا انتقلنا لمفهوم اخر اللي هو مفهوم الامه. نشوفوا شنو مفهوم الامه، شنو التعريف ديالو. تعريف مفهوم الامه هو عباره عن مجموعه من الناس يرتبطون فيما بينهم بقواسم مشتركه او عده قواسم. مجموعه من الناس يرتبطون بعض القواسم المشتركه او عده قواسم. كاللغه فنقول الامه العربيه، يرتبطون باللغه العربيه. وهو الاصل المشترك فنقول الامه الصحراويه والامه الامازيغيه والامه الكتالونيه. والدين فنقول الامه المسلمه والامه اليهوديه والامه المسيحيه. او التاريخ فنقول الامه الاوروبيه، هذو كيتجمعوا واحد المقوم محدد. ومفهوم الامه في العلاقات الدوليه لا يحدث اثارا قانونيه، ما كيحدثش واحد الاثار قانوني، ما يمكنش مفهوم الامه يبنيو عليه دوله. وهذا الطرح فين يوجد السند ديالو؟ في الرابطه التي تجمع الفرد بالدوله، وهي الرابطه الجنسيه. الفرد كتجمعو بالدوله، انا باش اللي كيجمعني بالدوله وهو الجنسيه، انا مغربي كتربطني بالدوله الجنسيه المغربيه. فالجنسيه لا تؤسس على الانتماء الى الامه، ما تؤسسش على الانتماء الى الامه. وهذا ما صارت عليه مختلف قوانين الجنسيه في معظم الدول. فمثلا القانون الامريكي يمنح الجنسيه بمجرد الولاده في الولايات المتحده الامريكيه. عندهم حقوق وعندهم امتيازات في الطرح ديالهم. استخدام القانون الدولي لحقوق الانسان كمنفذ لدفع الامم المتحده للتدخل في الشؤون الداخليه المغربيه. هذه من الاليات التي اعتمدها البوليساريو خاصه في السنوات الاخيره. الاصل في العلاقات الدوليه هو سياده القانون، سياده الدول، وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخليه. الا ان هذا الامر الدوله كل دوله مستقله عندها السياده ديالها كمبدا عام، ما يمكنش تدخلوا فيها اي دوله عندها السياده، ما يمكنش تدخلوا فيها دوله اخرى تدخل في الشؤون ديالها الداخليه. الا ان هذا المبدا عنده استثناءات. استثناءات كتولد عليه تتيح لطرف اجنبي انه يدخل في الشؤون الداخليه للدوله، وبالاحرى او بالاخص الامم المتحده. وهذه الاستثناءات تتمثل في آليتين قانونيتين. الآلية الأولى هو ميثاق الأمم المتحدة. ميثاق الأمم المتحدة كيمنح الأمم المتحدة بأنها تدخل في الشؤون الداخلية للدول. إذا كان هناك أمر يخل بالسلم والأمن الدوليين. فكتدخل الأمم المتحدة من أجل فرض السلم والأمن الدوليين على جوج آليات. الفصل السادس والفصل السابع.
جوج اليات الفصل السادس اللي كتكلم على الفصل السادس هو الفصل اللي الفصل اللي يدعو الى الاليات السلميه التفاوض الوساطه الى غير ذلك من الاليات السلميه لتسويه النزاعات. والفصل السابع هو اللي يسمح للامم المتحده انها تستعمل القوه وتستعمل الحصار الاقتصادي حتى تدخل بالقوه. هنا كاين حدث في امثله ونماذج في هذا الخصوص. نذكر على سبيل المثال القرار رقم 2397 حول كوريا الشماليه اللي كان مؤخرا في 28 شهر 11/2017 الذي ادلت باشد العبارات اطلاق قذائف باليستيه وشد وتشديد العقوبات المفروضه عليه بمعنى ان الامم لكن اعداء الوحده الترابيه بعد فشل سعيهم الانفصالي من خلال التاكيد الاممي على الحل التفاوضي وواقعيه المقترح المغربي من خلال مقترح الحكم الذاتي ونحن راينا اول امس قبول دوله البرازيل البرلمان البرازيلي بمقترح المغربي حكم ذاتي للصحه. اصبح البوليزاريو يحاولون سحب هذه القضيه الى القانون الدولي لحقوق الانسان، بمعنى ان النزاع يعني يتحل في اطار المنطقه المتحده الفصل السادس، البوليزاريو الان بعد المناورات الاخيره صحوا يحاولوا يسحبوا هذا الملف من ميثاق الامم المتحده الى القانون الدولي لحقوق الانسان. وهذا ما يظهر من خلال الاعمال الاخيره الاستفزازيه للبوليزاريو. جراء تغيير الوضع القائم في المنطقة الهازلة في بئر الحلو وتفاليتي والتحالف مع حزب الله للتدرع على حرب العصابات لدفع المغرب للمواجهة المسلحة في المنطقة زائدا من البوليزاريو إلى تأزيم الوضع الإنساني في المنطقة وسحب قضية الصحراء المغربية من التسوية السلمية في إطار الفصل السادس لميثاق الأمم المتحدة إلى التسوية عن طريق التدخل بالقوة لمجلس الأمن وفق الفصل السابع من الميثاق لفرض حقوق الإنسان. خاصة بعد الإحباط الذي تلقته البوليزاريو وداعمة من جزائر سنة 2016 باستماتة الأمين العام الأسبق بان كي مون وفشلوا في دفع مجلس الأمن باتجاه توسيع صلاحية المينيرسو بأن تشمل مراقبة حقوق الإنسان على غرار الهيئة الأممية بين العراق والكويت أوميغو والهيئة الأممية بالسودان إناميد. الهيئات كيراقبوا حقوق الانسان كيشتغلوا في اطار كتابه التقارير وكرفعها لمجلس الامن اللي كتكون عنده الاليه ممكن يدخل اطار السبع بالقوه. اذا انا